وللحديث أكثر حول وباء كورونا داخل بلدية الزاوية أرحب بضيفي عبر الهاتف الناطق باسم لجنة مكافحة كورونا بالزاوية محمد جنيديل. سيد محمد أهلا بك. أهلا بك أخي، كل من يستمع فينا على أثير إذاعة التناصح. نعم. للتعريف بمشاكل كورونا في بلدية الزاوية تحديدا. نعم، بداية دكتور محمد لو تحدثنا عن الوضع الوبائي ومدى انتشار وباء كورونا داخل مدينة الزاوية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مدينة الزاوية من ضمن المدن التي أصبح اجتاح الفيروس بعدد كبير جدا، يعني حاليا وصل العدد كزاوية كبرى أكثر من 250 حالة كبلدية بالكامل. داخل بلدية الزاوية المركز يصل العدد ل 182 حالة، وهذا رقم كبير في رقعة بسيطة عمان. لتزايد يوميا أصبح الحالات عندنا سواء كانت حالات جديدة أو حالات مخالفة، هذا يدل على أن المواطن أصبح غير مبالي بهذه الجائحة، وتحديدا مشاكل الفيروس أصبحت حتى في حالات وفاة داخل البلدية من جراء ظهور الفيروس في حالات تعاني من مشاكل سواء كان أمراض مزمنة سواء كانت مشاكل أخرى صحية، جهاز تنفسي، نقص مناعة، خلى الحالات أن هي تتزايد في جهاز في مركز العزل بالبلدية. يعني نعم. بداية نعم دكتور محمد، يعني هل تتوافر الإمكانيات لدى لجنة جائحة كورونا لمكافحة هذا الوباء سواء إمكانات داخل العزل أو أمور مادية وما إلى ذلك؟ طبعا مركز العزل تم تحديد الزاوية عندها ثلاث مراكز عزل. مركز عزل أبو غلاش اللي هو حاليا يشتغل فيه تو موجودين سبع حالات جديدا، ووصل العدد ل 12 حالة كان في الأيام السابقة. الحمد لله عندنا حالتين تم خروجهم بعد حالات استقرار حالتهم. عندنا ثلاث حالات وفاة في هذا المركز في خلال الأسبوع الماضي والأسبوع هذا، وهذوما نظرا لحالتهم ان هم عندهم مشاكل امراض مزمنه، عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي، خلى الفيروس ان هو يستطيع ان يتغلب عليهم وضعف السمنه في نفس الوقت. المشاكل طبعا المركز يعتبر يعاني من بعض النقص الادويه بالذات، يعني كمركز علاج يعتبر الطاقم الطبي متوفر خلال 24 ساعه على قدم وساق، يشتغلوا بكل كادرهم سواء كان كادر اطباء سواء كان تمريض سواء كان مختبر سواء كان مكافحه العدوى، عناصر تسهيليه الاخرى تشتغل، ولكن نقص الامكانيات من ناحيه طبيه وبعض المواد الاخرى خلى المركز يعني فيه ضعف من ناحيه حتى التعامل مع الحالات تحديدا او اخذ اكبر عدد من الحالات. للاسف الشديد طبعا المشاكل ان هو نعم. حتى بعض الامكانيات البسيطه تعتبر عندنا فيها نقص، امكانيات كجهاز في التويتر مثلا متوفر عندنا 15 جهاز داخل المركز، ولكن احنا نبو بعض الامكانيات الاخرى زي الادويه دكساميتازون، باراستامول، ادريلين، اشياء هيك ممكن ضروريه داخل المركز العزل، هذه لحد الان لم يتم توفيرها في المركز، وبعض الاجهزه الاخرى اللي تم حاليا مؤسسه المجلس البلدي عليها ولتو ما تمش تويرها، ولكن مع ان المجلس طلب حيتم تمويلها ولكن لحد الان لم يتم تمويلها. اللجنه العليا لحد الان لم تكن تواكب كمركز عزل تحديدا وتحاول توفر له بعض الامكانيات. نعم. من 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 مركز وطني او اللجنه العليا اللي براسه الدكتور خليفه بكوش، هذا السبب خلى حتى الكادر الطبي يتملل لعدم وجود بعض الامكانيات، يعني هم ما طلب مكافآت ولا طلب مرتبات، ولكن طلب انه هو توفير له بعض الاشياء حتى يستطيع يشتغل بريحيه داخل المركز العزل، لان مركز العزل يحتاج لبعض الامكانيات البسيطه اللي هي ممكن توفر شيء رهيب. الشيء الثاني طبعا عندنا احنا كمركز رصد يشتغل على قدم وساق باستمرار يوميا اخذ عينات ويتم تحليلها داخل البلديه، وهذا السبب الرئيسي. طبعا احنا حاليا نصل ل 180 عينه في اليوم، وهذه العينات يتم هل يتم تحليل هذه العينات داخل مدينة الزاوية؟ نعم نعم، المركز الوطني لمكافحة الأمراض طبعا فرع الزاوية هو اللي يقوم بتحليلها داخل بلدية الزاوية. نعم. هو والمناطق المجاورة تحديدا، يعني العدد ممكن يكون حسب إمكانيات المركز، لأن التحاليل تفيرها حتى نفسيا سواء كان الإيرجنت اللي خاص بالتحليل أو المواد الخاصة بالتحليل ما هيش متوفرة بكميات كبيرة، يستطيعوا يشتغلوا عدد كبير، ولكن حسب الإمكانيات المتوفرة يقوموا الفنيين المختبرات والأطباء المختبرات تحليل هذه العينات يوميا.
وواضح ان احنا من خلال ان بريد الزاوية اصبحت كل يوم عندها حالات، سواء كانت حالة جديدة حالات مخالطة، وهذا حيكون لدور كبير في رفع معاناة المواطن اذا كان تم توفير الامكانيات لمركز العزل كل امكانياتها. المركز الثاني طبعا عندنا مركز اخر اللي هو بير هويسة، تم الاتفاق انه هو حياخذ الطب العسكري وبدوا يشتغلوا فيه خلال الايام المتسابقة. حاليا اكثر ما نعرفش السبب الرئيسي شنو هو، يوقفوا تم توفير بعض الامكانيات فيه من الطب العسكري، ولكن تو على اساس ان الاسبوع هذايا المفروض يستلم الطب العسكري ويبدا يشتغل فيه بسكان حالات من اي مدينه اخرى، مدن الجنوب مدن الشرق. احنا امس كلمونا جماعه غدا امس عندهم حاله وتم قبولها، وهو ممكن توصل اليوم للمركز العزل لبلديه الزاويه من مدينه غدا امس. نعم. نظرا لعدم وجود الامكانيات. نعم نعم دكتور محمد، يعني تحدثنا عن أبرز المشاكل التي تواجهكم، ما مدى أعداد التعافي داخل لمصابي كورونا داخل بلدية الزاوية؟ طبعا التعافي داخل الزاوية نعتبر فيه ضئيل، إنما تعداش نسبة 10% من حالات اللي تم شفاها لحد الآن، وهذا رقم يعتبر عالمي بسيط جدا، يعني لما نجو للعالم المفروض يكون على الأقل 25%. احنا في ليبيا، حتى في ليبيا تحديدا كله بالكامل ما وصلش ل 10.7 على مستوى ليبيا بالكامل، يعني هذا رقم ضئيل جدا، يعني يعتبر في حالات الشفاء. يعني في خلال بديت الزاويه احنا تو حاليا حالات الشفاء يعني ما فاتتش 6% من حالات الشفاء اللي، ولكن دعني اسالك دكتور، هل توجد لديكم منظومه لحصر المصابين وكذلك الذين شوفوا من هذا الوباء؟ نعم نعم، عندنا منظومه الرصد التقصي. طبعا هذه مهمتها ان هي متابعه الحالات بلجنه العزل، بمتابعتهم سواء كان في، طبعا عندنا عزل منزلي وعزل في المركز العزل، ومتابعتهم يوميا، وبعدين اخذ عينات اذا كان بعد 14 يوم من, نعم. من 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 الحاله، وبعدين هل تاكد هل الشفاء او يستمر العزل تحديدا لحد الان. نعم وصلت. زمنوات. نعم تفضل اكمل. ولكن لحد الان زمنوات تستبق ان نسبه الشفاء قاعده ضئيله نوعا ما في داخل البلديه.